في وعاء من ماء مخلوط بعدة مواد وبحركات دقيقة للفرشاة، ترش الفنانة التونسية زهرة زروقي أشكالا زاهية الألوان لتبدع قطعا فنية مميزة باستخدام تقنيات غير معروفة للفن الرخامي. زهرة درست هذا الفن المميز خارج تونس وعادت لتمارسه حاليا في مطبخ بيتها، حيث تبدع أعمالا مميزة تستلهم أفكارها من المدن العربية القديمة. الفن هذا لا يدرس في تونس، لذلك أنا سافرت وتغربت في تقريته البرة وتعلمت واخذت فيه الماجستير، ورجعت بعد سنوات من الأبحاث والتجريب لتونس وقاعدة ننشر فيه. الفن الرخامي الذي أبدعت فيه زهرة زروقي والمعروف باسم تقنية الإبرو أو الرسم على الماء ينتشر في مناطق من آسيا الوسطى، ويستغرق تعلمه فترة ليست باليسيرة، حيث يرسم الفنان على الماء باستخدام أصباغ عبارة عن محلول له أساس مائي زيتي وأدوات أخرى، وبعد ذلك يتم نقل الأشكال الدوامية على ورق أو قماش أو لوحة مغموسة في الماء. بقدر ما أنا كانت عندي الجرأة والقدرة أني تشجعت ومشيت بحثت عليه، خطر تعرف الأبحاث والدراسات مش مدة شهر ولا أيام، هي تستغرق سنوات يعني من البحث باش نجم تخرج أولا عنده يعني العلاقة التاريخية لهذا الفن وتقنياته وأساليبه. وتأمل زهرة أن يسهم إلقاء الضوء على تجربتها في الفن الرخامي في إلهام آخرين لتعلمه. وسبق لزهرة زروقي أن عرضت أعمالها الفنية في معارض مختلفة، كما أنها تقدم أحيانا دورات تدريبية لتعليم تقنيات فن الإبرو.